خليني أذن أذان 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 لما يأذن أذان اللي هو شهر رمضان. أيوه. ونحن كلنا ننتظر هناك الأولاد لما يأذن هنا الأذان يقبل الغرب ويأذن ونركض على إحنا مشان نخبر حيان الفطور. أيوة. في هذا المكان. إنه خلاص سلمت الشمس وحان الفطور. إنه خلاص انسمح الفطور. أيوة سلمت الشمس. ثاني شيء هنا شيء مكان مدخل ثاني نطلع فيه في وقت مثلاً نبغى نشوف الهلال. أيوة. هذا الدرج إحنا درجنا بنفس الشيء نطلع. أيوة. فوق درج ونتم الريض نشوف يوم غاية الهلال نهله شلو اتفاقنا ما اتفاقنا أسلحة مالنا صمعة ما صمعة. ويلا قالوا غاية وشافوا الهلال قال نقعد بلغ الشيوخ إيه إنه هل الهلال سواء عاد العيد إيه سواء إن رمضان نحن نشوف. أيوه. يا سواء يدخل رمضان أو دخول أو رمضان أو دخول أيوة يعني يدخل يا دخول يا خروج. أيوه. رمضان. أيوه. وبعدين من جين سواء يخبرون المشايخ إنه خلاص إذا مثلا نحن ما شفنا الهلال هنا خلاص يخبرونا ما نهبط ما ننزل حتى. أيوه. نصلي هناك فوق تصلي مكان